ازعجك؟ التأخير. ما هو أكثر شيء يزعجك؟ أمه منتقع عن الجيب صمون هاي لحد الآن. أكثر شيء يزعجني؟ التأخير. أكثر شيء يزعجني من السكواد مالتي يبعرها وأظل لوحدي. ما هو أفضل تعليق وصلك وأفرحك؟ تعليق وصلني أشوف أضحكني، أقول تعليق أضحكني. أكو مرة واحد من المتابعين علق لي الأنوثة طلع من أذانك. التعليقات كلش هواية، منهم تحياتي للشاعر الكبير مامون النطاح، انطى رأيه بالبرنامج وعجبه، الفنان رعد الناصري أيضا، شاعر أثير التميمي، القائمة تطول، بس هذه النموذج المهم يعني. ضحك الجهال كلهم، الله لا يحرمنا منك، من بنية الله يحفظها إن شاء الله. آخر شيء بحثت أنه شركة مال طيران. ما هي رسالتك؟ أليلو للعالم. للعالم. أحبكم، وكل شخص خلي يشتغل على نفسه، وكل شخص يحس أكو حلم داخله خلي يحققه، يسوي يطلع يروح. رسالتي بالحياة إسعاد الجميع.